أبو بكر الصديق رضي الله عنه مركي النبي عليه الصلاة والسلام أصيغ إسراعين إسلاء هذين بورتي أي وقت رومانيين مشركين إلى غار ثور أبو بكر رضي الله عنه مرن هروب مري مرن النبي قداش يسوسعون عليه الصلاة والسلام النبي هو ويدي وحير هذا أبو بكر ما حكوا وحين باري أرنتاس ومر بجهاد مريسا وحير يا رسول الله إذا كنت خلفك أخشى أن تؤتى من أمامك هذا قداش هذا الجو وحنك بقي إن هرت هذا اللي جاي ماله وإذا كنت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك هذا هرت هذا قصة أنا هنا وحنك بقي إن قدا اللي جاي ماله معناها فيري أنت إصلا صعدان عصير النبي عليه الصلاة والسلام مرنا هرو آذية مرنا قدار وآذية سن النبي سندبات وقاري عليه الصلاة والسلام أو هبي رحت وحول البوديبة أو النبي سو قاري لا عليه الصلاة والسلام وقد دفاع مركي قد كجليه وحي رسول الله وح الغيا بقولك إني ما أردت وح يا أبو بحلق وح لم يضع أقول دباتي يكون جيراني إيه كاد أنا كأجه الرئيسي مركز لوكتي سجلي رضي الله عنه أصيغوا دونا يوحي وحدي بلها إني أصيغ كل عام والنبي يقول أبداده صلى الله عليه وسلم يعني ووح عجيبة وتصور كيس وأدي أدل ولا ياب وحيابها تسالوين كصحابة وح كمل يسيد النبي الدفاعي صلى الله عليه وسلم صحابي الجليل كها اللي يشري حذيفة بن اليمان رضي الله عنه نبي عليه الصلاة والسلام وقدر الدولة ماذا قار كمله يئن صدقات سواء روري أصيغ أرميه هيا أما شغلا سيكون مقن أي نبي وقيري وذي صلى الله عليه وسلم ضدك مركع أو زكذا كسو قادي جري زكذي بيديدين إن بحيان حذيفة والله الله رضي الله عنه أرنتا سيوحي أقو بدلين إن عايان بل أي نبي عليه الصلاة والسلام عايدي سأي مقشيان رسولك أفلا يدين يان عليه الصلاة والسلام وعكويري أسمعوني في أبي وأمي ولا تسمعوني في النبي صلى الله عليه وسلم ورأني إما قشية عايدة أبها يهويضي هويضي أبها عايد عايدة دان إما قشية هذا دونتان لكن ها إما قشينين عايد النبي صلى الله عليه وسلم أرنت أسوحي تسينيسا إن وحول بصحابة وهرين دفاع النبي أبي يهويضي إلا عايو أيا أغفضت كنجر وغانا سهلا النبي وحل غشية صلى الله عليه وسلم ولذلك أرنت أسوحي كانت حذيف إن أدو القادم وايي أبو بكر الصديق بوفرين وفروا إلى هذا قلدي ساسي سمينا يا أبو بكر آذ وعرض أسنها رضي الله عنه وهو آذ وعرض وامحي وشطم النبي عليه الصلاة والسلام النبي الله عايو وهو أمر مرك إنه دقال يا وارق وقاف حذيفة رضي الله عنه قومك وأولاد دقال لمي وان الجبيي رضي الله عنه سيدا معروف كان وحوه قوم مجره نبي عايه صلى الله عليه وسلم في التاريخ إلا إلهي سبحانه وتعالى وهلقا هزيمة يا جبان قدام بيا سيد قال الله سكون عليه بارك الله فيكم وحيابها السنة دفاع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي وحكم ذا حديث أبي سعيد الخدري وبخاري مسلم لبضب أيوريين رسولك عليه الصلاة والسلام بعض الغنائم أيو قيبي نين خارجية أو خوارجت نينك أصل كوها أو اللي جرد الخويسرة أيو حير يا رسول الله اعدل فإنك لن تعدل رسولك إله عدالة صمي عدالة ما صمي وهذا الأدل الله يا أبوه النبي عليه الصلاة والسلام وحناق وحير ويلك إن لم من يعدل إذا لم أعدل يا عدالة سمينا يا هدانا أنا عدالة سمينا النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا وكيري يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق رسولك إلهي وإداء أو إيه فصح منافقا أن قرتك قوي أن دل منافقا رسولك إلهي وقعيني مركز سوري النبي عليه الصلاة والسلام دعه كل حب حديث كان مركز وحاء كجرتا مركي وعمر روح أودك دقينه النبي الدفاع صلى الله عليه وسلم هو قعنت أقاض أو لد قالهم تصالوين كعجيب كوحاء كم ذا نص حوضة كم ذا أي وح الله مرمني يهوديا مركز أنك يهود نك مسلم كها وحويري والذي اصطفى محمدا على العالمين يهودي جبس وبدس مركز سوري والذي اصطفى موسى على العالمين كسر حتى على محمد رباح يكسيد حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما رت إلهي كدرت يعني تاوحي تسنى سمرك غير ذا دفاع النبي عليه الصلاة والسلام إني أتهجنا ينصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لا قليل ولا كثير أنت دون تهلا يكعت إني كلي ليجري الرسول كأن محمد صلى الله عليه وسلم عرضي صلى طابته أما وحلا غشيو أما سيد صريحة ها وهاته أو حلا غشيو أما سيد ضبان يسسر بيها هاته مننا إني سنرى لك وأهين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام.